السلام عليكم، مرحبا بكم مع سلامتكم من جديد. وصفة من وصفاتي دائما تعجبكم ومتناولكم ان شاء الله. اليوم الوصفة تاعنا تلقى قلب اللوز سامبل نديروه. كاين المشاهدين دي مونداولي قلب اللوز، حاجة خفيفة ما تكونش بزاف مكونات تاعو. عندكم سنيوة صغيرة، تانيك ما نقول لكم الكيل تاع سنيوة شحال ديروها. والمقادير اللي عندنا تاع قلب اللوز، عندي 500 غرام سميد يكون خشين كما راكم تشوفوا هكذا، هاوراهو. وعندي تانيك 260 غرام تاع السكر، كيما راكم تشوفوا هنا كيسان تاع لاتاي هامليك صغار هكذا. عندي كاس هنايا تاع المارغارين، ولا تحبوا ديروا الزيت اللي ما عندوش سمعتكم ابسط مكونات اللي تخدموا بهم. عندي المارغارين هنايا كاس تاع لاتاي هكذا يكون دايب، وعندي نص كاس تاع المزهر. يعني هادو هما المكونات تاع قلب اللوز اللي نستحقوهم، يعني حاجه خفيفه. ودو نقول لكم السنيوة نديرو بها القلب اللوز شحال الكيل تاعها. مقبل ما نبداو الفيديو، ما تنساو ديروا ابوني في الصفحة، بارطاجي الفيديو باش نحكم كل جديد ان شاء الله. واللي ما اشترك يشارك في الصفحة. هيا تبعوني دوك نبدا. نروك انا كيما راكو تشوفو دوك ندير هنا السميد تاعي نحطو. عندنا تانيك السكر، يعني وصفة سهلة كيما راكو تشوفو جبتها لكم، وان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. نخلطو مليح السكر مع السميد تاعنا هكذا. دروك انا عندنا الكاس تاع الزبده، ها وراهو. تقدروا تعوضوه بالسمن ولا بالزيت. نخلطو مليح هكذا، انا باش ما يجيكمش معجن لازم يجي مرمد هكذا كما راكم تشوفوا. ندخل المكون مليح، مال خل نزيدو له شويه مزهر. مزهر هاوليك. عندي نص كاس تاع لاتاي كيما تشوفوا هكذا. على درنا المزهر باش المزهر ينحينا تانيك البنة تاع الزبدة اللي فيه، ولا السمن ولا الزيت، البنة تنحال باش يقعدنا الكو تاع المزهر. والله هنا تخلطوه مليح هكذا، خلطوه. هنا تبعوني غير بالعقل برك ان شاء الله تنجح لكم. هاوليك كيف تحصلوا عليه، يكونش معجن. هاوليك دوك انا نلموه هكذا ونغطيوه، خلوه يروبوزي. هي نورمالمون خليوه يروبوزي حتى الغدا من داك، زعما تخلي واحد 6 سوايع تخلوه، ولا ديروه في الليل وتعاودوه غدوه في النهار. دوك انا كيما نخليه واحد 3 سوايع نخليه هكذا باش نعاودو نديرو يحلو عاود نديرو يطيب كيما راكو تشوفو. فوالا خلي كيما راه هكذا تي يروبوزي مليح، مرطو المزهر والزبده تشرب مع السميد تانيك باش يعطي البنة تاعو. دوك خليه يروبوزي، وما بدون وجود تانيك الشربات تاعي اللي نسقيه بها. انا كما راكم تشوفوا انا الشربات تاعي اللي نوجد نطيب فيها، باسكو درت لكم شحال من خطره فيديو عليها. عندنا زوج كيسان تاع الماء، الكيسان يتكيلو بهم الماء، كيلو بهم السكر. وعندنا كاس ونص تاع السكر، وعندنا بوشون تاع المزهر، وعندنا القارص النكهه تاعو. دوك خلوه حتى يغلي مليح وما نحطوه يبرد. بون دوك انا نقول قلب اللوز كيما راكم تشوفوا، قلب اللوز هاوليك هنا يبز لي هنايا. دوك نرشو بشويه مزهر، رشه خفيفه كيما راكم تشوفوا هكذا. هاك كيف تحصلوا عليه يجيكم هكذا، لازم يجي ما يجيش معجن وما يجي مزربع شويه. هاوليك كيما راكم تشوفوا هادوك النحا كوتي. هنا السنيوة تاعي هاني راح ندير بها باش تعرفوا الكيل كيفاه. انا السنيوة تاعي هنا فيها 27 على 27 مدورة تجي.
برك هنا قبل ما نحطو العجينة تاعنا ندهنوها قبل بالزيت، واللي ما يحب الزيت ياخذ يدهنها بالسمن. بو هاليك فرغ غير شوية زيت هنا وندهنوها. وما جاو اللي تاني توسيوها دوك نجيبو العجينة تاعنا. ونفرشوها لداخل. دوك نجيبوها نمشيوها مليح. نسيو ديرها متساوية كامل مع الجوانب تاوعها في الوسط. ديروها قبل المغرفة باش تحكم لكم الكيل تاعكم. يعني وصفة ما شاء الله وناجحة. فوالا دوكا هنا هو سبب المغرفة غير بالعقل هكدا حبطوها. درك انا كيما راكم تشوفوها هكذا دوك هنا نطراسيها غير بالمسير من الفوق بالعقل هكذا، ما نحبطوش الموس كامل تحتها. انا نطراسيها غير هكذا اوبال من الفوق، يعني هاي اللي شال تجينا ونحبها. ندير اللوز من الفوق هكذا، ندير لها شويه دهنه شويه شويه زبده وندير لها اللوز. بون هنا تحبوا تدهنوها بالزبده تحبوا تدهنوها بالسمن، نتوما الاختيار تاعكم. نصغر الباقي من الفوق هكذا. والله ما بعد لي دهنتها مليح كما راكم تشوفوا هكذا. دوك انا عندنا حبيبات تاع اللوز نديروهم. فوالا هاي كيف جاتني، جات ما شاء الله. دوك ندخلها طيب، تشعلوها من تحت كي تشوفوا حمارت مع الجوانب شعلوها عليها من الفوق حتى وين تلقاوها حمارت بيطابت ناحيه وين شربوها ونولي ليكم ان شاء الله. دروك انا كيما تشوفوا هاي طابت، انا خرجتها دروك سخونه جات ما شاء الله هاي طيبه. لا مباشره غير نخرجوها نسقيوها تكون الشربات تاعنا بردت. نسقيوها مليح تشرب الماء. بو كيما راكم تشوفوا انا القلب اللوز خليته يحكم روحو يشرب مليح انا وشارب. درك هنا نقطعوه كيما راكم تشوفوا هكذا وشارب، يعني ما شاء الله. يعني هاو كيفاه جا مور صورة جا ما شاء الله كما راكم تشوفوا هكذا، هاو جا معسل. يعني البنة ما عندي ما نقولكم عليها. بون لحقنا نهاية الفيديو، ما تنساش ديرلنا ابوني صفحة وبارطاجي الفيديو باش حاكم كل جديد ان شاء الله. الفيديو المقبل نديركم حاجة جديدة ان شاء الله.
سلام.